حب ولادي بتهددني لو كل العالم تركني معي ربي اللي خلقني كل شي عملته منك راضي ضحيت بعمري عالفاضي سرقت الحاضر سرقت الماضي بس البكرة هو عندي خلص عم قلك خلاص خلاص اوعى تفكر رح اتخلى عن حالي رسمت بيأس الأمل بربي الغالي رجعت القوة من دموع الليالي وجمعت صمتي تأصرخ بربي الغالي رجعت القوة من دموع الليالي جمعت صمتي تأصرخ بالعالي رايح تتخبى بالدين وبشوية سياسيين وتتلعب بالقوانين مفكر ما في ربي يعين كلمة الحق اللي بتربح كسبك ما عاد إلو مطرح يلي انجرحت ما رح تجرح خليني قلك أنا مين خلص صباح الخير من جديد صباح الخير لإلك دولي خباز بونجور كيفك الحمد لله نشكر الله يعني هيك بلشنا اللقاء بأغنية خلص شفنا الكليب الأغنية هي من كلماتك ومن غناء طبعا الصوت الرائع كارول صقر وهلأ بنحكي قد ايه قدرت توصل المساج من خلال صوتها طبعا وأداء الممثلين يلي شفناهم كمان بالكليب ألحان إيدي ديب حطينا شوي أكثر بصورة هيك خلص هالأغنية وبدي أذكر حضرتك ناشطة بتعديل القوانين لحماية حقوق المرأة تفضلي دولي صح. أول شيء بحب أقول بونجور للكل من جاشة الأوتيبي بحب حيي كلودين عون يلي ساعدتنا بحملة خلص خلص منا بس غنية خلص هي حملة كبيرة لإعادة حقوق المرأة على كل الأصعدة يعني على أصعدة المحاكم على الأصعدة على كل القوانين المدنية اللي بتلحق حقوق المرأة إن كان بالطلاق أو بالتبني أو أو بإنه تعطي جنسية لأولادها أو بأي شيء ثاني هون خلص هي موجهة بس للسيدات يلي لازم يقولوا خلص لأنه منشوف أوقات أنه في سيدات عم بيعانوا من مشاكل كتيرة دولي وللأسف مش قادرين يقولوا خلص أو خايفين يقولوا خلص هالأغنية أو هالحملة موجهة لإلهم لحتى يكون عندهم هيدي الشجاعة كمان موجهة للمسؤولين لحتى يهموها أكثر
نعم، هي حملة خلاص بتخللها هيدا الغنية أكيد، وبشكر الإكيب الكتير كبير اللي اشتغل معي على هيدا الغنية. نعم على فكرة إكيب خلاص إن كان مؤلف من محامين يلي هني عم بيسنوا القوانين الجديدة، إن كان مؤلف من الإكيب العمل اللي نحن هلا عملنا غنية وبعد عنا غنيتين وغنية ثالثة على رأس، إن كان من الشباب المستثمرين السوشيال ميديا، بحييك وزينك شيلبير بهالمناسبة، بسلم عليك. كل الإكيب العمل اللي عم بيشتغل هو تنقول خلاص ممنوع بقى أي امرأة، مش بس أي امرأة، أي مواطن ينظلم بلبنان. نعم إذا بدنا نحكي بالأول عن الكليب، بحب أقول إنه هاي الغنية بلشت من ورا أنا وقتها كنت بطلاقي، نعم اكتشفت قديه القوانين اللبنانية ما بتحمي المرأة بالوقت الحاضر. ومن بعدها تابعت 80 كيس ل 80 امرأة من كافة الطوائف، واكتشفت قد ايه عم بيصير في ظلم يعني على هول النساء. نعم في نساء عم بينضربوا، في نساء عم بيغتصبوا، في نساء عم بينحرموا من حضانة اولادهم، في عدة نساء يعني في معاناة كتير كبيرة. واذا بدك هيدا الغنية اجت وليدة هالمعاناة كلها، واستماع لكل هول النساء، واكيد للي صار معي انا كمان. يعني حلو كيف قدرت تختصري بالكلمات كل المشاكل والمعاناة مثل ما عم بتقولي دولي يلي بتعاني منها المرأة اللبنانية، وقد في إجحاف بحقها. والواحد وقت ما بيكون يمكن عم بيصير في عنده مشاكل أو يعني عم ينجبر لحتى يقوم ببعض المعاملات، ما بيعرف إنه شو في انتقاص من حقوق لإلنا بشكل كتير أنا مجحف يعني. يعني هي هاي الغنية كانت تقلها للمرأة، بدي أقول لكل مرة هلا عم تسمعني وعم بتعاني من أي ظلم بالوقت الحاضر، نعم بدي أقول لها إنه الرب معك، منك لوحدك، لو مين ما كان ضدك يسوع معك. اللي بقول يسوع ما يعني ما بقصد بس المسيحيين، يسوع للمسيحيين وللإسلام، نعم يسوع معك، الرب معك، ما تفكري إنك لوحدك أبداً. متلقي من روح الله، وبالرغم من كل الظروف اللي انت فيها، اذا لاحظت بالفيديو كليب نحن حاولنا نجسد هالشيء، انه مش لا في عروض، رح تكون الحياه صعبه، ولكن انت بروح الله اللي فيك تكوني طايره وفرحانه بالرغم من فيك كل الظروف. تغيري، فيك تغيري يعني ابشع شيء ممكن. شفنا حبل المشنقه يلي صارت عم تتمرجح عليه، يعني ما التف حول رقبتها. هالقد ممكن تكون المعاناه قاسيه، وممكن هي تقول خلص وتبدلها. نعم مظبوط. وبحب أشكر بهالمناسبة كل يلي آمن، بلش أكيد بالملحن إيتي دياب يلي هو أول شخص مع الكلمات وعطانا أحلى لحن. بحب أشكر جو يلي وزع، جو سمعان. بحب أشكر كارول صقر يلي كانت يعني مش إنه بس غنت، يمكن في ناس عندها كتير صوت حلو، نعم ولكن كارول أدت بإحساسها، بتواضعها، بإيمانها، بشرايينها إذا بدي غنت الغنية. نعم ندى فرحات بنحييها يلي مش تحية كتير كبيرة لكارول. نعم صح، أكيد أكيد أحلى كارول. بحب حي الفنانة ندى أبو فرحات، الممثلة الكبيرة يلي وصلت للمرأة كيف معقولة بروحها المعذبة تكون منتصرة بفرح الرب. يعني أنا ندى وصلت لي فريمون، هي وكل السيدات اللي شاركوا، إن كان نتاشا أو إن كان كل السيدات يلي هن عندهم اوريدي كيسز ومثلوا معنا بهيدي الغنية، بحب حييهم كلهم. حتى في سيدات كان مفترض يمثلوا معنا ولسبب أو آخر ما قدروا يتواجدوا. في سيدة كان لها 13 سنة مش شايفة ابنها، وابنها يلي سمعني بحب اقول له هلا انه امك ولا يوم نامت منا باكي اوف، عم خدي. بحب رجعت حي التقيت بابنها دولي ولا بعد؟ هالسيدة بعد ما شافت ابنها؟ لا اوف، لا قد في ظلم بالحياة يعني. بحب حيي كل سيدة قدرت تتواجد أو ما قدرت تتواجد معنا بالفيديو كليب. بحب حيي فريق العمل كله، المخرجتين الكبيرتين ألينا حنان باز ونور طرباي. بحب حيي يعني تشارلي على المونتاج الرائع بصراحة. أنا مسيو هاد الشرارة ومسيو بربر اللي على ماسترينج، أنا بصراحة خفاني أنسى حدا لأنه كتار اللي اشتغلوا، بهجت يلي صور
بحب أقول لكل النساء بهجة حمل الكاميرا على ظهرهم من الساعة 6 الصبح للساعة 2 الصبح. امتين تنفذ الكليب دولي قد ايه صار له جهز يعني هذا العمل عمل الرب، لأنه بين تنفيذه وتصويره ومونتاجه ووصلته اليوم على التلفزيون في بس جمعة، يعني كل هالفترة اشتغل من كل قلبه. صح، صرنا بقوة اوف الله فوق 100,000 فيور على كل، يعني عم بصير اتصالات من كل الدول العربية من كل العالم. بشكر الجميع، بشكر فات شامبر، حكى كان عندنا مقابلة معه من نيويورك، سوري نعم من لوس أنجلوس. بشكر كل يلي عم يدعمونا، الرب يعني ايده بهالعمل بشكل لا يوصف. وهيدا كله لإلك انت يلي عم تسمعينا، يلي عم بتعيني لمعيناتك تنقلك انه انت فيك تكوني قوية، ما تيأسي، الرب معك. برأيك دولي قد ايه في سيدات من وراء أغنية ممكن ياخذوا هيدي القوة ويقولوا خلص بدي أقول خلص؟ يعني في كتير مقابلات عم بتصير، في نصايح عم بتصير على الهواء، في خط ساخن كمان، بس بتضلك تشوفي سيدات، وللأسف سيدات يعني من بيئة مثقفة، وهن كان عندهم يمكن إذا بدك بوست معين بالمجتمع، بس لا ظروف لا يمكن هيك طغيان الزوج عليهم، هلأ هن ما بيحكوا ولا كلمة، يمكن عم بينضربوا بس ما بيقولوا، بيخافوا. في مرات منقول بركة تعودوا من ورا هالأغنية، أو قد برأيك هيك نوع من الأغنيات رح تأثر فيهم؟ أول شيء بحب حيي كل حدا على الأرض اللبنانية عم بيشتغل لحقوق المرأة، إن كان السيدة كلودين عون أو إن كان كل الجمعيات النسائية. نعم هيدا الغنية منا جمعية، هالغنية بس عم نقلها إنه آمنة آمنة، فوت الرب على قلبك، بس يكون الرب بقلبك بإيمانك بتقدر تقوي على كل الصعوبات. يعني هي إذا بدك لحظة إيمان، هي بس توصل لهاللحظة الإيمان هي وعم تسمع الغنية، هذا الشيء بكفي تتقوى وتتقوى بالرب. هذا يعني هذا المساج من هالغنية. نعم وكمان من اختبارات كتار قدروا يوصلوا لخشبة الخلاص، مش يضلوا عم بيعانوا، وكتار هلأ عم بيعلوا الصوت لحتى القوانين المشحفة تنزاح على جنب، ويصير في قوانين بتناسب الإنسان بالأول قبل ما يكون يعني رجل أو مرأة. صح، أنا بهالخصوص بحب أقول إنه نحن هلأ اشتغلنا على ورقة تنمضى نعم قبل الزواج تحمي الأجيال الجاية، يعني بنتي وبنتك وكل البنات الأجيال الجاية ضمن الزواج الديني. حملة خلص بتدعي لدولة دينية ذات حقوق مدنية، يعني نعم الدولة يلي قالوا البابا يوحنا بولس الثاني انه لبنان رساله. نحن بنطلع حوالينا بنلاقي في دول دينيه متاكله فيها الحقوق المدنيه، وفي دول مدنيه ضايع فيها الروح الديني وروح الرب. نحن بندعي لدوله دينيه ذات حقوق مدنيه، وبهالصدد نحن بلشنا عملنا هيدي الورقه. اشتغل عليها المحاميان مروان درجاني وميشيل الدغل من العائلة من بيت لا الخباز. المحاميين عم بيشتغلوا على هيدا الورقة، عمل ريسيرش على 7 بلدان، طوكيو، بيبا، فرنسا، روم، على 7 بلدان. عمل ليه تنقوا هول البلدان؟ لأن بهول البلدان أول شيء حقوق المرأة هي نمبر 1، وبهيدا البلدان كل الشيوخ والإخوان وجميع الأديان موافقين على هيدا الورقة. لأنه نحن هون بلبنان، وعلى فكرة هيدا الورقة هي بالوقت الحاضر ما بتوافق الدستور اللبناني، بس اللي بحب ذكره انه نحن تنزيد نايب على الليستا بنقلب الدستور 7000 قلبة، بس نحن نعمل ورقة تحمي حقوق المرأة بصير الدستور منزل. الدستور من الدستور هو كرامة شعب. هذا الدستور نحن انا بدعي النائب نائب المحامين ملحم خلف
لكتاب الدستور الجديد، مش إقرار، كتاب الدستور الجديد، يستعين بكل الطاقات اللي عنده من كل المحامين، من كل الموجودين حواليه من القضاة. في كتير ناس عندها ضمير، وفي كتير ناس بهذا البلد عندها طاقات. ينكتب دستور لبناني، لبناني ميد إن لبنان، بيحترم الطوائف، بيحترم قبل كل شيء كمان كرامة الشعب اللبناني، لأنه الرب ما بيريد تندقر كرامة الشعب اللبناني. واللي بينزعنا بالرب بنحب نقول له يا ريت الرب يكون بقلبك مش بثوبك، بس هالقد. وانا بدي اقول شغله بهالصدد هيدا، انه نحن هيدي الحمله رح بتكفي، رح بينزل قانون ورا قانون، وبس تجي الانتخابات كل مرشح على الانتخابات بيمضي على هيدا القوانين. نحن بننتخب ان شاء الله مين ما خص يكون ومين ما، يعني ما بيهمنا اللون او العرق، بهمنا مين رح يعطي الحقوق للمرأة، للطفل، للمزارع، حتى للسجين، للأستاذ المدرسي، لكل مواطن، للموظف. يعني في موظفين وظيفته بتبلش 5 الصبح بتخلص 5 عشية، ما عندهم لانش بريك. يعني عيب هالمواطن يلي عم يتعامل بفل اللبناني من لبنان، بيعيش على ترمبة بنزين وبيكون حاسس حاله عنده كرامة. هون معنا شهادات وعنا نقص. نحن بدنا قوانين تحميلنا كراماتنا، تحميلنا حقوقنا بالوقت الحاضر. مش المشكلة بالنواب والوزراء، المشكلة بالقوانين. وقت بتنسن القوانين المضبوطة ساعتها نحن بنصير محميين. لازم اكيد تنسن القوانين يلي بتحمينا نحن، ولازم نحن كمان نكون مدركين لهالقوانين، لانه في كثير عندنا قوانين ونحن ما بنعرف اساسا انها موجوده يمكن تكون بصالح المواطن. دولي بدي اتشكرك، اهلا وسهلا فيكي، ان شاء الله الخلص بتكون هيك بالخط العريض وبتوصال لاذان كل يلي لازم توصل لهم. اهلا وسهلا فيكي من جديد، كل التوفيق لك. مشاهدينا بناخذ فاصل وبنرجع.